السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشركم بروكا، نهار جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نقدم لكم الكوسة، ولا كيف ما نقولوا لا قريعة معمرة، كتجي مزيونة بزاف، تحمقوا عليها غير إن شاء الله. حاولوا تجربوها وشوفوا كيفاش كتجي، وشوفوا كيفاش كتجي من داخل، رائعة 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 إن شاء الله. جربوها وعطيني الخبر. وحتى الحشوة يعني سهلة وبالامكان الكل اللي عملها. المهم انتم كتشوفوا الطريقه، بقات لي شويه ديال الحشوه عمرت بها الفلفله. المهم ان شاء الله غادي نمشي معكم في هذه الوصفه مرحله بمرحله. وبالنسبه لتقديم قدمت معها عصير يعني فواكه، تفاح، بنان، ايجاس. المهم نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا للمتتبعين ديالي الاعزاء، كنبغيكم بزاف. شكرا لكم على الدعم ديالكم المتواصل، كل واحدة باسم ديالها. المهم غادي نبدا ان شاء الله على بركه الله الوصفه. شنو غادي نحتاجو؟ اول حاجه غادي نحتاجو قريعه، وغادي نكون خصنا نخبيوها بحال هذا الشكل، وغادي نوريكم ان شاء الله الطريقه كيفاش تخبيوها غير بالموس. غادي نقدم ونحط في نفس الوقت، احتاجت هنايا الكفته ديال بيبي. المهم نتوما شوفوا اي كفته متوفره لكم. عملت هنا بصله تقريبا مشلضه، الربيع، زبور ومعدنوس. هنا عندي حبه ديال الطماطم. بالنسبه للعطريه كيف ما عودتكم، كاين شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم كيف ما كتشوفوا، وشويه ديال السودانيه كتجي زوينه، وشويه ديال الابزار. المهم غادي نحط كل شيء. غادي نعمل طبيعة الحال الزيت البلديه، وصفتي كلها كتكون فيها زيت العود، راه صحي بزاف. هنا عندي الشعريه صينيه ديال الرز، راه مفزكته قبل يعني باش يرطب، حتى هو كنعملو كنحاول نخلط المكونات مزيان. هذه هي الحشوه ديالنا، كيف ما كتشوفوا سهله وبامكان الكل يعملها. هذه الكوسه كيعملوها الدول العربيه بزاف، وراه زوينه بزاف. المهم كيف ما كتشوفوا كنمزج المكونات مزيان حتى تخلط لي داك العطريه وتخلط لي داك الشيء اللي عملت كامل كما كتشوفوا. غادي نحطها على جنب، وغادي نوريكم دابا كيفاش نخويو القريعه ديالنا. تبارك الله، اصلا حنايا عندنا القريعه موجوده. نمشيو للمارشي ونجيبوها طريه، وكاينه داك ستيتوا الخضراء حتى هي كتجي كتحمق اذا كنتو كتعرفوها. شو الطريقه كيفاش كنخويوها؟ سهله غير بالموس، نعطيوها الخاطر وما تخافوش منها. دابا هذه ان شاء الله غادي نعمروها، المهم غادي نوريكم الثانيه باش تشوفوا الطريقه مزيان كيفاش كتخوى. ما تخافوش منا، كنخليوهم على هذا الشكل هذا حتى كنخويو القريعه ديالنا كاملين، عاد كنبداو التعمر. المهم هنا عندي تقريبا انايا كيلو ديال القرعه، نتوما كتصايبوا على حسب عدد الافراد، الا كنتو بزاف كتصايبوا كيلو، ما كنتو الافراد يعني صغار صايبوا نص كيلو. المهم شحال ما نتوما كف الدار. وهذه كيبغيوها الدراري الصغار بزاف، كيحمقوا عليها. قدر تعمل لهم القرعه في حاجه اخرى ما ياكلوهاش، بالحق اللي عملتي لهم هيدا ياكلوها. دابا غنحاول نعمر الحشوه ديالي في القريعه، بالحق ما تخافوش يعني ما غادي تهرس ما حتى شي حاجه، غير عمروا على خاطركم. واللي عمرته كيف ما كتشوفوا، اللي عمرته غادي نحطها في كسكاس اللي غادي نحتاج ان شاء الله غادي تبخر. اش كنقول لكم، هذه الوصفه صحيه بزاف للدراري الصغار، ما نقيوها لا في زيت لا حتى شي حاجه. انتو كتشوفوا غنعمرتها مزيان،
دابا غادي نحطها في الكسكاس على هذا الشكل هذايا، ونبقى غادا يعني ضروري نحط موقفي كيف ما كنشوفوا، ونبقى غادا حاولوا تجربوا هاد القريعه هذه مزيونه بزاف. نزيد عاوتاني الثانيه ونبقاو غاديين على هاد العمليه هذه حتى نغمروا الكسكس وعلى حسب الكميات اللي عندنا ديال القريعات. وحاولوا تجربوا هاد القريعات وعطوني الراي ديالكم في التعاليق، وحتى الناس اللي اول مره كتشوف الفيديو تخلي لي تعاليق، كنفرح بزاف بالتعاليق ديالكم. شكرا لكم بزاف وشكرا للدعم المتواصل، دائما كتنوروني وكتشرفوني. دائما نعطيها شويه الخاطر كنعمر الكسكس ديالنا. كتصايب واحد الوقت وجيز يعني ما تحتاجش الوقت بزاف، انتو شفتوا حتى الحشوه يعني في البلاصه كتوجد، غير ما تعجزوش. تقدروا تقدموا هذا الطبق في الفطور، تقدروا تقدموه في السحور، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. كما كتشوفوا اخواتي اخواني، تمنى هذا الطبق ينال الاعجاب ديالكم. المهم نحاول نزرب شويه، نستمر على هذه العمليه هذه حتى نوجد القريعه ديالنا كلها. شوف كيفاش كتجي، بقاو لي واحد شويه ديال الحشوه عما تفلفله باش ما نضيعش الحشوه، حتى هي كتجي مزيونه ومن تعطيني واحد ديكور مزيون في الطبق ديالي. انا عمرت هاد الربعه ديال الفليفلات بنفس الحشوه، الا بغيتو مثلا تستغني على القريعه والكليب قريعه كتجي مزيونه حق حتى هذه فكره، حتى ما نضيعوش الحشوه ديالنا. غادي نحطها تتبخر وغادي نرجع معاكم. المهم اول حاجه غادي نوضع واحد البلاستيك باش النفس ما تخرج لناش، وعاد نوضعوا هذه كيف ما كتشوفوا وضعت وهذا الطبق ديالنا واجد كيف ما كتشوفوا، قدمته على هذه الطريقه هذه كيجي بصح مزيون. وواحد اش نقول لك بنين، راه واخا تكون ما كتاكلش القريعه ديال فرصه اللي غادي تولي تاكله. شوف كيفاش كيجي الطبق ديالنا، كيجي رائع رائع بزاف، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم وينال الوصفات ديالي الاعجاب ديالكم. شكرا لكل متتبعين قناه عبلة آي، شكرا للدعم المتواصل، شكرا لكل الاحباب والعائله والصحاب، كذلك الناس اللي تعرفت عليهم جداد، شكرا لكم. واخا اننا لقتنا مجموعه